خلينا نروح لمنتخبنا الوطني وبعض الأخبار قبل مواجهة الجابون. مواجهة الجابون زي ما حضراتكم عارفين يوم الثلاثاء القادم. البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني قال أنه سيعلن عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في بطولة كأس العرب يوم 19 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن المنتخب سيخوض لقاء الجابون بكل المسؤولية وسيهدف إلى الفوز. قال كيروش أيضا في هذه التصريحات أو خلال المؤتمر الصحفي: سنخوض مباراة الجابون بكل مسؤولية وبهدف الفوز. طيب قبل بس ما نكمل أخبارنا، كان عندنا مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش، خلينا نطلع نشوف المؤتمر الصحفي وماذا قال كارلوس كيروش عن هذا عن مباراة الجابون يوم الثلاثاء القادم، وبعد كده هنرجع نكمل مع حضراتكم بقية أخبارنا. So in March, in my opinion, you need one explosive formula to succeed. في مارس اعتقد احنا محتاجين زي توليفه كده مهمه، بتكون يعني توليفه قويه جدا عشان تقدر تنجح. قويه جدا المدرب قال الانفجارات قويه جدا يعني. It's a combination of three things very simple. وده يعتبر زي ما يكون مثلا التوليفه دي عباره عن اندماج ما بين ثلاث اشياء بشكل بسيط كده. You need to have good players, talent players. التوليفه دي محتاج عندك يكون عندك لعيبه كويسه. And for sure Egypt have many options. We have good options. عندها خيارات كتير بالنسبه للنقطه دي. And with the players that I saw in this period, we have a good chance. اللعيبة اللي أنا شفتها بالروح اللي عندهم دي، أعتقد إن إحنا عندنا فرصة كبيرة. To qualify for the World Cup. إن إحنا نتأهل لكأس العالم. Second. تاني حاجة. You need a special, very good preparation. محتاج تعمل تحضير خاص جدا وجيد جدا يعني. You only have a World Cup every four years. أنت عندك كأس عالم كل أربع سنين. And I think must be the option of Egypt to make it clear what is the priority for Egyptian football from now until March. وأعتقد مهم جدا إن إحنا نقول إيه هي أولوياتنا من هنا لحد مارس بالنسبة لكرة القدم المصرية، إيه هي الأولوية؟ This basket unfortunately is too small. السلة دي للأسف هي صغيرة جدا. You cannot put together the clubs and the World Cup. ما تقدرش تحط كل الكاسات مثلا وكاس العالم. You need to put one priority in this small basket. أهمية واحدة بس، ومحتاج تحط واحدة حاجة واحدة بس في السلة الصغيرة دي. And it is the Egyptian football that must choose what is the priority for next year. وكرة القدم هي المفروض تقول إيه هي الأولوية عندي بالنسبة لي يعني في السنة القادمة. We're gonna make it clear that the World Cup of Egypt. The World Cup of Egypt, it is March, not December. Don't make that mistake. وهقولها بكل وضوح، كأس العالم بالنسبة لمصر هو كأس العالم اللي في مارس مش اللي في ديسمبر. ما تغلطوش الغلطة دي. If you think that the World Cup of Egypt it is in December like the other national teams. لو أنتوا فاكرين إن كأس العالم بالنسبة لمصر هو في ديسمبر زي كل المنتخبات الباقية. You make a big mistake. أنتوا كده بترتكبوا خطأ كبير يعني. The World Cup of Egypt it is March. كأس العالم بالنسبة لمصر هو في مارس. March. مارس. So you need to put all your resources. محتاجين ان احنا نحط كل مصادرنا وكل امكانياتنا. All your efforts. كل مجهوداتنا. All your sacrifices. كل تضحياتنا. In one special preparation before March. في تحضير واحد وخاص جدا بالنسبه لمارس. طيب ده كان المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش ما قبل مباراه ان شاء الله الجابون يوم الثلاثاء القادم. زي ما حضراتكم عارفين عندنا مشكله ان احنا نصعد الى في التصنيف. احنا في المركز السادس، لكن ممكن نصعد الى المركز الخامس، ولكن رقميا هيبقى صعب الا بقى لو اي حد من المنتخبات الخمسة الاوائل خرج من ان هو او لم يتأهل الى المرحلة النهائية. ممكن جدا منتخبنا الوطني، او مش ممكن، ان شاء الله منتخبنا الوطني هو اللي يتأهل مكان هذا المنتخب.